السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صوص الشوكولاته اقتصادي، وفي نفس الوقت هيطلع طعمه جميل جدا جدا. مقاديري هنا معايا كوبايه كبيره من اللبن، مج كده زي ما انتم شايفين، ممكن طبعا تزودوا على حسب ما انتم حابين. معايا معلقتين كبار من الكاكاو، بس كاكاو خام مش مسكر، كاكاو يكون خام. ومعايا معلقه كبيره من النشا، نص كوبايه من السكر، السكر طبعا حسب الرغبه، لو انتوا بتحبوا الحاجه مسكره قوي ممكن تزودوا يعني براحتكم. ومعايا معلقه زبده. هبتدي كده احط المكونات دي كلها في حله كده واحده عشان ارفعها على النار. بسم الله، حط كده كوبايه اللبن، النشا معلقة واحدة بس من النشا، والسكر، والكاكاو معلقتين كبار من الكاكاو. وياريت تستخدمي الكاكاو يكون نوعه حلو علشان يديكي طعم حلو. نرفعهم بقى على النار ونحط معاهم الزبدة. دلوقتي انا رفعت المكونات بتاعتي على النار، هبتدي بقى اقلبها كده. طبعا الاحسن ان احنا نقلبها على البارد يعني قبل ما نحطها على النار. افضل اقلب بقى كده لحد ما الخليط بتاعي يغلي، احسه تقل معايا كده شويه. زي ما انتم شايفين كده معايا خلاص الصوص بتاعي تقل اهو، بصوا القوام بتاعه تقل. هقلب بقى بس حاجات بسيطه كده فيه. انا هطفي النار وبعد ما اطفي النار افضل اقلب كده برده حاجات بسيطه، وبعد كده ارفعه من على النار وهوريهولكم عشان برده نتاكد ان النشا اللي احنا حطيناه استوى معانا. خلاص كده دلوقتي انا هبتدي اصفيكي معاكوا عشان لو في اي كتل او حاجه مكلكعه ما تنزلش معايا في الصوص. يعني هوريكوا كده شويه منه لانه طبعا هو كتير اهو زي ما انتم شايفين. انا لقيت الكميه قليله وانا محتاجه يعني كميه كبيره، فزودتها كوبايه من اللبن تانية. لو انتوا الكوبايه من اللبن بالنسبه لكم كميه حلوه ما تزودوش. بسم الله، طبعا ده لما يدخل التلاجة هيجمد معاكو. شايفين الكتل اللي هي جوه دي؟ هوريكو برضو بالمعلقة. شايفين لونه تحفة تحفة تحفة، وطبعا اللون دوت علشان نوع الكاكاو اللي احنا مستخدمينه. قوامه جميل جدا يا جماعة وطعمه بجد تحفة تحفة، والسبب في الطعم الحلو دوت الكاكاو اللي احنا مستخدمينه. اتمنى يا رب ان انتوا تجربوه بالطريقة ديت وتقولوا رأيكم فيه ايه. متنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنزله. سلام عليكم.